اللواء الزبيدي وجه بوقف جميع أعمال البناء في الحرم الجامعي بعدن واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه. النائب المحرمي يشدد على معالجة الاختلالات في الأوعية الإرادية ويشيد بجهود اللجنة الفنية لمتابعة مشاريع الكهرباء بعدن ويناقش أوضاع قطاع الاتصالات. رئيس الوزراء يعقد لقاءات محلية ودولية في العاصمة عدن. ومحافظ حضرموت يترأس في سيئون اجتماعات أمنية وخدمية ويفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع. أمين عام محل حضرموت يشهد الحفل الخطابي والتكريمي لقوات الأمن والشرطة ويدشن مشروع إسنادكم لتوزيع السلال الغذائية لـ5000 أسرة في المكلا وضواحيها.